من يومين وأول ما طلعت على الهواء ومسكت تليفوني وقلت لكم خدوا بالكم، لأنه أنا جات لي رسالة بتقول الآتي، وحذرت حضراتكم من أن أنتوا تبعتوا أي بيانات ليكم من أي رسالة تجي لكم. وقلت لي حضراتكم هتجي لك رسالة من رقم معروف، يعني مش بس أنت ما تعرفش ده لا جاي من بنك ولا جاي من أي حاجة، على موبايلات حضراتكم الرسالة نصها الآتي: عزيزي العميل، لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث، برجاء الاتصال بينا. وخلصت الرسالة على كده. طبيعي أو مش طبيعي يعني، لكن إحنا لازم يا جماعة برضو تبقى الأمور ما ناخدهاش بسرعة، نفكر شوية قبل ما نندفع أو قبل ما نسرع في التصرف. لكن وارد جدا انه اي حد تجيله رساله يقول لك إيه عزيز العميل لقد تم ايقاف حسابك البنكي، يا خبر ابيض ده انا المرتب هيتاخر، يا خبر ابيض ده انا كده على ما احدث مش هلحق ادفع الجمعيه، مش هلحق ادفع القسط. فبالتالي ممكن وناس اتسرعت كتير وعملت كده وبعتت بياناتها على التليفون. اوعى تتقدم الرساله زي دي، واوعى تتعامل مع رساله زي دي. وده كان تحذيري لحضراتكم. عايزه اقول لكم بقى الخبر المهم السعيد، انه وزاره الداخليه المصريه تواصلت معانا النهارده وقالت لنا ان العصابه اللي كانت بتبعت الرسائل دي تم القبض عليها. تم القبض على عصابه الرساله بتاعت عزيز العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث، وتواصل مع العصابة دي، تم القبض عليها. تم القبض عليها فين؟ في المنيا. ثلاثة تم القبض عليهم، منهم اتنين اخوات من ثلاثة من محافظة المنيا، واعترفوا بشكل واضح ان هم ارتكبوا خمس عمليات استيلاء على اموال عملاء بنوك بنفس اسلوب الرسائل اللي انا قلت لحضراتكم احذروا منها دي. استدرج المجني عليه وكلمه وبياناتك ايه طب رقمك القومي طب كذا، خد منه البيانات ودخل سحب فلوسه، وتفاجئ العميل بانه كل شويه بتجيله رساله سحب على تليفونه وهو مش عارف من ايه، هو صدق ان ده البنك او حد حريص على ان هو يحدث بياناته. لان زي ما قلت لحضرتك خد بالك كويس، هو بيدخل لك دخله مرعبه اللي هو فكره ايه لقد تم ايقاف حسابك البنكي، فانت ترتبك وده شيء طبيعي جدا. بس أرجوك لا تتعامل مع هذه الرسائل على الإطلاق. العصابة تم القبض عليها في المنيا، ثلاثة من المنيا تم القبض عليهم، منهم اتنين إخوات واعترفوا بعمليات النصب اللي هم عملوها. شكرا رجال الداخلية المصرية اللي دايما حريصين على المواطن المصري، ومفيش معلومة صغيرة ولا كبيرة بتعدي عليهم كده من غير لا فحص ولا تحري، بكل دقة تتقال. وأنا على فكرة بالمناسبة مجرد ما أنا كنت حذرت حضراتكم من الرسالة اللي جت، أنا لقيت على صفحة البرنامج كتير جدا بعتين لي بيقولوا لي على فكرة احنا نفس الرسالة دي جت لنا، وناس كتيرة كانت كاتبة ان احنا ما تعاملناش معاها، فده شيء كويس جدا. رسالة انتشرت فترة الأخيرة كانت منتشرة كالنار في الهشيم زي ما بنقول. فشكرا رجال الداخلية، وتم القبض على عصابة اللي كانت بتبعت هذه الرسائل، عصابة بنتكلم فيه لسه هتطلع منهم معلومات جديدة، لأنها شبكة مش قليلة، شبكة كبيرة، وقدروا بالفعل إن هم يضحكوا على ناس كتيرة جدا. شكرا رجال الداخلية المصري.